فترة ظهر لك مقطع تقول ماني بجاي ماني بجاي. تخيل ان هالمقطع يطبق الان ولا يكتب لك الانضمام. لو كنت انت صاحب بكل حب ايش حاب تقول للمشاهد؟ المشاهد اتمنى ان قدمنا ما يحوز على رضاهم، ان انقبلنا فخير وبركة وهذا توفيق من الله، وان ما حلفنا الحظ فعسى الدنيا افدانا وافدى الجميع الطيبي. الله يكتب لكم الخير جميعا. الله خالد ايش تقول لو كنت مودع؟ والله اذا كنت مودع الخير في مختاره الله، ان كنت طالع فالخير قدامي ان شاء الله، وان كنت مكمل الخير بعد قدامي. اذا بكل حب نستودع الله سبحانه وتعالى بندر العليان. الله يعوضك خير ان شاء الله يا بندر، ومبروك يا خالد العوده. بدا الربع بدا روز الدنيا ساعه عوض يا بندر.